يا خويا جاتك الهوية من اليوم الحضور. السلام عليكم. اليوم هذا الحضور اللي حضرت معكم في البلان ولا مسقط معنا وتحية لنا متواضع مشى، ولكن بيني وبينكم انا خصني نتواضع حتى انا هويا مسقط، انا سطار في المروك، انا داخل الوطن وخارج الوطن كنعرفو هويا. واش كتعرفني ولا لا؟ وطلقنا اليوم الاخت خويا مسقط معنا حتى هي، واخا تشوفوها هكا راه قلبها ابيض وزوينه وضحوكيه والله يعمرها الدار، وتنتمناو تساعدوها وديروا لينا في الطوندونس وراه تخرج ان شاء الله الجديد. قول لهم باغا الطوندونس. باغا الطوندونس داروا لها ماشي الطوندونس، الطوندونس طوندونس ديروا لها لي زوبوني وعاونوها. هي سوي فان ديالها وانا جو سوي فان ديالها، وتحيه لها. كتعرف تشطح؟ لا تبارك الله عليها. صورتيني وانا كنشطح؟ صورنا ربي ما يسمح لك. وغدا ما لقاش ما لقاش. شوف شوف كاين كاين شوف خير خير، انا كنسحب لكم انتوما اللي موجودين في الساحه الارضيه، وراه كاين كاينين صحافه هاد العرض الضعيف غيطلع دين امهم ويفوتوكم. انا مش عارفه. شوف كيف كيف ما صدقتوش معايا. هو مصطفى هاد الصحافه اللي كيدويو دابا انا اللي غنطلعهم وغنشهرهم. هو علاش ما قلتيها لي؟ هو شفناك اليوم ناشطه وفرحانه، شنو السر ديالك؟ لا انا ما كنتش عليك. شنو السر؟ شنو السر ديال هو ديما ديما ناشطه؟ عرفتي علاش؟ قال لي هذا قال لي واحد الكلمه خلتني فرحانه. شنو هي؟ ضرب الفرحه. شنو هي؟ قال لي خدمي معايا. قال لي انت زوينه وعزتيني وما كرهتش نتوجبك. عرفتي شنو؟ رضا رضا شي شي بصح هادشي. رضا الداودي قول لنا واش هادشي بصح هادشي اللي قالته هويا. هويا تضحك. كيفاش كتضحك؟ صافي لوندو دابا راه مده كبير ما عندي حتى. لا 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 بلاتي 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 حبس خويا. ملي قلتي لي بيني وبينك وما رضيتيش تقولها في الصحافه خوتي حتى انا والله شاف فيا. اسمح لي يا خويا ويلي راه هويا مصغر هادي. هو هي هذيك راه هويا مصغر هادي. هويا فين كنتي حاضره اليوم؟ لا كاين بنادم اللي يقول لك هذا في الودان شويه وتقلب منه، اش غديروا؟ هويا مازال كتفكري بالزواج، يعني واخا هادشي كامل اللي صرالك ماشي المشاعر، حرام عليك انا وليت كنبغيك. هويا شحال من راجل دوزت حدود الساعة؟ شفنا بزاف ديال الرجال ومازال كتلاقي في الرجال اختي هويا. شفت لك شي 20 شي 30 بلا عدد، ولكن شوف اللي شوف انا عشاق لا اللي كيجي مرحبا. السلام عليكم يا اخوان واش كيجيبوا؟ شنو شنو كيعجبك في الراجل هويا؟ قباح يصرفقني وانا ندير هاي. يعني عزيز عليك العصا هويا بهذا المنطق؟ لا عزيز علي راجل يفرض رجولته فهمتي؟ من عندي انا ولا الكوز يصرفقني تيبان لي النجوم فهمتي؟ شادي احلى الفلوس كما كتشوفوا. قول لنا اختي هويان شنو السر ديالك انت؟ شفناك هاد مؤخرا وليتي ظاهره بزاف على مواقع التواصل الاجتماعي. السر ديالي انني هويان صدار كلشي في الخطر، واللي بغاني مرحبا واللي مغانيش فاكيه. واش نقدروا نشوفوا رضا الداودي هويان صدار في شي ديو ولا؟ شو هذا خليها في الغناء. هاد السيدي خاجول كيحشم، ولكن بيني وبينك انا غنحيدو ديك الحشمه ونحيدو داك الشيء. قلت ليها انا غرباويه بنت بلادك وباقي ما استعملتش بها. لا مرحبا والله على راسي. واش خويا رضا شفناك دائما متالق على مواقع التواصل الاجتماعي. واه داك الشيء اخويا برضات الوالدين وبرضات الناس. تم غدر وتفرضا وانت كتغني تسكت. راضي عليا محجوبه تنقدم لها التحيه من هذا المنبر. امك شو سميتها؟ تنقول لها سمح لي بزاف محجوب. محجوبة راه غرباوية معاك تحية لك من عندهم يا سطار تهلاي فات الولد هذا. شوف حيت قالوا لي ولد بلادك قلت لهم من فوتو باش عارف. واش ما نقدر ديسك تندخل تندخل ديال المهمة اللي قاصت معايا وبزاف الحوايج طراو لي مشاكل في هذا العام هذا بزاف اللي غبرت لها الفنية. كان شي حاجة في ما تخرب الحمد لله دابا حنا رجعنا بقوة عدنا بقوة. واخا ريد شكون اللي خلاك ما تمشيش مع ولد الملكة للإمارات؟ اخويا ما خلانيش نمشي حيت نتوما نهار الاول ديتو بجوج. واه دينا بجوج ولكن دابا الناس بدات تعرفك وهذا تخوي المغرب. لا بيني وبينك كاين شي حاجه سميتها غيره. شوف ولد امي ليك على راسي وعيني، امو كانت من المحبين ديال المغرب كامل، ولكن هاد السيد صوتو مقود من الاخر. دابا دابا شوف كاين شي حاجه تيقول واحد المثال مغربي تيقول لك خوك في الحرفه عدوك. دابا هاد السيد هذا طلع مع ولد امي ليك ولكن صوتو كسب الناس وبغاو الناس. واش كاين شي نزاع؟ كاين شي نزاع ما بينك وبين ولد امي ليك؟ لا 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 حاتي طبعا الحال ما تبغيش. حاليا انا دابا كلش الطريق هو تخدم وانا تخدم. ما كاين حتى نزاع سمعنا مؤخرا كاين شي نزاع. كان نزاع بشكل عام. انت بنتي مع حاتم. واه صوتك زوين حنا كنقولوها. انت
انت مشهور في العالم وصوتك انا من انا وهي مستار مغربيه معروفه في العالم. انا كنبغي الموسيقى ديالك وانت شنو ما تنساش انك بنتي معانا خويا شنو النوع اللي من المنبر تحيي الحاتيم ولكن هذا راه صوته احسن من حاتيم وصوته احسن من اي واحد واخا خويا فرض الوجود ديالو. شنو النوع الموسيقى اللي كتعجبك ديال الريد هذاك يا الكاويني وهذا الكاويني والشاويني ورانا مريض رانا مريض دي واحد لي مازال جديد الولي ماقدروش نشوفو شي فيديو غنائي بيناتكم ماقدروش نشوفو شي فيديو غنائي مثلا شي اغنيه كتجمعكم انت وهويا ان شاء الله كلشي قريب هكا كاين حتى شي حاجه واش تقدر دير مع فيديو كليب بحال اللي دار مع علي المنون على راسو موافقه هويا شنو الشروط ديالك شنو الشروط ديالك اللي تبغي يعني باش تقبلي هذا الفيديو هذا الشروط يعني الشروط ديالك باش لا شوف هويا مستر انا راه مشهور اوي ولكن ما عنديش شروط انا واحد الانسان متواضع لله رفع انا كنتواضع مع اي واحد وش هذاك المشهور في العالم يقول لي هاك كلمه في عمو قدام المغرب كامل انا التواضع كنت بين راسك كلاس عليا انا تريبل تريبل ديال الكلاس فوق يعني عزيزين عليك ولاد الشعب حيت انا بنت الشعب هذا قدم تحية من اللي انا ولاد الشعب بزاف بزاف هما اللي بينوني ووصلوا بزاف ماشي هما اللي بينوك صوتك هو اللي بينك واه حنا دفعنا وهذا ولاد الشعب كنت معاك وكنت بحالك تقول حكيمي المهم تنقدم تحية بزاف مع الشعب وتنقدم تحية لكازا وبير عزازين عليا بزاف وتحية لبلادي سيدي قاسم تنحبكم ونتعيكم وتحية الغرب سيدي شو عندك سيدي سليمان قنيطرة سيدي حي الغرب هادو كاملين الغرب انا وتنحب واحد الإشارة للقنوات ديال دوزيام الأولى نقول لهم واحد الحاجة تنقول لهم علاش ما تبينوش الفنانة ديال الغرب شرابة من ياسر مالينا في هاد الجيل لا خويا اسكت شوف سمعتوني دوزيام ماشي ديال الشعب رايدا واش كيف ما كنقولوا رايدا محقور اعلاميا صور دوزيام ماشي ديال الشعب دوزيام ديال الدولة دوزيام ماشي ديال الشعب ما تبقاش تقول دوزيام دوزيام ما كتعطيش الموهبة ما كتعطيش فرص للناس علاش ما كنشوفوش دوزيام ماشي ديال الشعب علاش ما كنشوفوش رايدا على شاشة التلفاز علاش ما كنشوفوش رايدا على شاشة التلفاز خويا شنو نقول لك انا كتجيني غايرة بزاف على الغرب اغاني ديال الغرب شرابة من ياسر ما تيديروش في الاذاعة حيت دابا باينين على الاسفيكا الغرب شرابة السوق اللي يرجع بالله قصير يا سيدي قاسم سي سليمان كاين فنانة بزاف بحال المرحومة مليكة دابا كتبان راه خصها تبان هذه راه بدا ديالو نجح بزاف وفي نفس وصلت تبارك الله الله يرحمها تنرحموا عليها تنتمنى القنوات ديال الاولى ودوزام وتيتبعوا لكم انتم عربيه شنو رسالتكم للجمهور ديالكم؟ انا تنبغي الجمهور ديالي ومرحبا ومرحبا اللي ما عندوش انا كنبغيك اللي يحبك ونموت عليك اللي ما عندوش يا عمر ندينا اللي ما عندوش نخدم له قال لك الفقراء في الجيوب واغنياء في القلوب اللي ما عندوش نخدم له على الراس واخا نفع من عندي واللي عنده مرحبا بكم وتحيه كبيره للصحافه وتنقدم تحيه للوالده ديالي والخوتي اللي في الجاليه المغربيه وتحيه كبيره وكبيره وكبيره ونحبكم ونموت عليكم واش واحد وشد معاصر هويا شنو تبغي تقولي لا لا اسمع اسمع واحد السؤال زوين يعني كيخص رضا رضا اللي قليل اللي ما كيعرفش واحد المساله هو انه يعني تعرض لواحد حادثة سير اللي كانت مميتة دورة من الأخبار الإلهية الحمد لله ملي رجع بدا الأخبار عاودنا على القصة ديال حادثة سير خويا كاين واحد كنت نهزت وداني الناس ونسيت عندي واحد الخدمة كانت عندي ما عرفوش في السلام كانت عندي واحد الطارة ونهزت ونسيت بأنني راه خدام وجاني أبريل كنا مشينا بالموطور كاوازاكي وكنا غادي نمشيو شي 145 هكا في واحد الفيراج لعبت بينا الرويده وصافي مشينا كامل للسويس والحمد لله دابا بالنسبه للصديق ديالك يعني قلت لي بتاثر شديد انه يعني شل يعني نتمنى له الشفاء نتمنى له الشفاء لاجل الكبار وبدرك الوالدين الحمد لله احنا مازال واقفين ومازال الناس دابا تساعدنا وتحيه كبيره اغلى تحيه تنقولها تحيه لولاد الشعب رضا كاين شي عمل جديد قريب ان شاء الله شنو هو ان شاء الله نتفق مع هويا مسطر ان شاء الله يكون في الصويره واحد الفيديو كليب ان شاء الله من كلمه توجه وان شاء الله نتمنى الاعجاب ديالكم و تنقول لكم بزاف تهلاو الله في الوالدين ديالكم والله يسمح لنا من الوالدين انا احسن حاجه تنقولها واخر حاجه نقولها للوالدين راه قال لك بلا والدين كيف طايح الجنه تحيه كبيره للوالدين هويا رسالتك للجمهور ديالك شنو تبغي تقولي للجمهور ديالك تحيه
الجمهور ديالي من عند هويا مستار، كنبغيكم بزاف. هذا بان مع حاتيم ولد ملكه، ولكن هذا السيد هذا الصوت ديالو مقود وزوين. حاتيم بحال جاتو الغيره، انا راه بغي نفصل عليه. هادي حنا خوت في هاد الدومين، وما على بالوش صوتو مزيدو لقدام. ولد ملكه هزك المضربك الضو، ضربك تنران قوتي. رايدا شنو بغيت تقول للجمهور ديالك؟ تنقول لهم تنبغيكم بزاف، وتحيه كبيره للجاليه المغربيه والمغاربه. وتنموت على شي حاجه سميتها كازا طنجه، المغرب من طنجه للزويره. الله ينصر سيدنا، وتحيه لكم كامل.